دول موجودين هنا اهوت هيكونوا مع السلاح لاول مره. النهارده في حدود، النهارده في نظافه، انت مش لاقي ورقه على الارض، في علامات ارشاديه، في طرق اتعملت، في امن متواجد، وبالتالي يعني في رخص اتعملت للجماله واصحاب الخيول. اذا ما كناش نحافظ على الاهرام هنحافظ على ايه؟ الحمد لله الخطه ماشيه. انا صورته يا باشا، شوفوا الخطه.